كده برضه كده تعمل فيها كده؟ انت لو كان حصل لك حاجه انت مش عارف كان ممكن يجرى لي. اول ما سمعت صوت الضرب نزلت من المكتبه زي المجنون لان عارف انك اكيد هتبقي هناك. شكلك احلى من شكلك. فيك حاجة؟ ايه؟ في حاجة هنا؟ هنا؟ انا هيك استنى. ادخل يا فاطني. فاطني ايه يا فاطني ده؟ انت لسه نايمه لحد دلوقتي؟ افتحي شويه. هي مال ريحه القدم كمكمه كده ليه؟ انت كنت بتغسلي يا بنت ولا ايه؟ اكيد كنت بتغسلي فعشان كده رحت الاوضه عامله كده. طيب تعالي بقى يا بنت، تعالي شوفي انا جايب لك ايه. تعالي قومي قومي. بصي يا فاطني، بصي يا فاطني. الله، اللون اللي بحبه. يلا يا بت ساعديني والبسي البتاع ده. يلا يا فاطمي. حلو قوي عليك يا فاطمي. ها البسي البسي. بصي دي اللون اللؤلؤي. استني يا بت دي هنحطه كده. لا استني يا بت ده كده وده كده زي الامر يا بت. انت حلوه قوي حلوه قوي يا فاطمي. عارفه يا فاطمي انت صحيح سفيفه وصغيره كده بس وشك بدري منور، عينك واسعه زي عيون البقره، ومناخيرك زي العصفوره. اني حلو، اني شبه البغل. انت بس اللي بتحبيني. بتحبيني يا فاطمي؟ بتحبيني زي ما بحبك؟ صدرك حنين قوي يا فاطمي. انت طيبه وحنينه. عارفه يا فاطمي اني لو ما كنتش اتجوزتك كان زماني اتجننت. افضل اكلم نفسي طول ما انا ماشي. اوعي تسيبيني يا فاطمة في يوم من الايام. انا بحبك بحبك قوي يا بنت. الله، الجواب بيبان من عنوانه والمسقعه بتبان من بتنجانها. عامل لك شويه مسقعه هتاكلي صوابعك وراها. اخيرا يا بنت يا فاطمة، اخيرا بقينا انا وانتي تحت سقف واحد. فاكرة يا بت؟ فاكرة يا بت كنت بجري ازاي وراكي في البلد وبرضه ما بتعبرنيش؟ يا بت الطاقي انت لسه هتقومي مكسوفي؟ احنا خلاص بقينا مع بعض. يلا افتحي بوقك. ها يلا. ايوه
بالهاني والشفي. الا قولي لي يا فاطمه، انت بقى نفسك في ايه؟ انا عن نفسي نفسي في وقت. ايوه انا معاكي، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس انا نفسي في وقت عشان يشيل اسمي. انا هسميه ابو الفتوح عبد معطي، الاسم ده مفيش منه اتنين. ايوه يا فاطمه انا معاكي برضو، ان اللي البت رزقها واسع، خلاص نسميها ام الفتوح عبد معطي. انت ما تعرفيش يا فاطمه انا بحبك قد ايه، بحبك قوي. بس يا بت يعني ابقى استوري نفسك شويه كده، اصلي بتعب ومش بقدر ابص لك. كلي بقى فاطمه، كملي بقى اكلك لوحدك، مش قادر اقرب منك. رخان انت جبت المشوار ده كله عشان تفتح معايا نفس الحوار؟ مش كفايه ان انا ما كلمتكش على اللي عملته؟ اللي عملته انا عملت ايه بقى ان شاء الله يا ابن اختي؟ لما اكلمك يوم ورا التاني ما تقوليش على عسوز، تبقى عملت يا خالي. يا ابني في موضوعات ما ينفعش الكلام فيها في التليفونات، استنيناك لما تيجي عشان نقول لك. واديني جيت وعرفت الرد، انتهى الكلام. حسن افهمني، صاحبك انا قابلته وللامانه بقى راجل جدع وشهم وشاري خاطرك، ودخل البيت من بابه، ولولا شغلك في مصر كان فتحك انت اول واحد. وانا خايف على ناديه ومش عايزه اكون مع عزوز. الله، ليه؟ عشان بلياتشو؟ لا عشان هتموت، عشان هما الاتنين سكتهم مش واحده. خال عايزني اقول حاجه تانية؟ عايزك تقول حاجه خالك يصدقها. حسن الراجل عارف ان نادي عيانه وموافق، بيتهيالي كده الحكايه ملهاش علاقه بنادي. بيتهيالك؟ ما انت طول عمرك بيتهيالك حاجات كتير وما بتحققش. فيها حسن انا خالك ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، بس فين خالي بقى من 25 سنه؟ نادي دي شفتها فين؟ بلاش شفتها فين؟ شفتها كم مره يا خالي؟ انا لولا ان انا اللي بعدي عليك وردك كل شويه في الرايحه والجايه كان زمانك ما تعرفش عننا اي حاجه. جاي النهارده محمولها وخايف عليها؟ جاي النهارده بتعمل فيها ابويا وبتاخد قرار؟ بقولك يا خالي اخلع انت من الموضوع ده، خليك في الاوهام بتاعتك، جايز تتحقق. سلام.